أكيد سمعتوا عن البيتكوين والعملات الرقمية صح؟ سمعتوا شلون أقدر أطرش مبالغ على الإنترنت بسرعة وسهولة؟ وشلون أشتري وأبيع في هاي العملات الرقمية في البدالات الموجودة على الإنترنت؟ معاكم أمين التاجر، أنا الرئيس التنفيذي حق شركة إنفينيت وير، وهي شركة ذكاء اصطناعي لها سجل حافل من العملاء البارزين، أكبرها أرامكو السعودية وستي سي فيفا وحكومة البحرين. صار لي أكثر من 15 سنة أشتغل في مجال البرمجيات والسوفتوير. خبراتي تشمل تخصصات تقنية كثيرة، أكبرها الذكاء الاصطناعي AI والأمن السيبراني السايبر سيكيورتي والبرمجة ثلاثية الأبعاد ومحاكاة برمجة الألعاب وتصميم وبرمجة الأجهزة الإلكترونية. تكلمت في مؤتمرات كثيرة في دبي ولبنان والسعودية وأماكن أكثر، وحاليا أنا أدفايزر كونسلتنت حق أكبر معهد في البحرين اللي هو معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF. أحب أقول لكم إنكم محظوظين، لأن في هذا الكورس بأخذكم من يدكم وبعلمكم بالضبط شنو سالفة البيتكوين والعملات الرقمية. بس قبل لا نتكلم عن العملات الرقمية والبيتكوين، لازم نعرف حقيقة النظام البنكي اللي يسمونه المودرن فاينانشال سيستم وشلون يشتغل هاي النظام، وهو أحد أهم الأسباب حق ظهور البيتكوين من الأساس، وليش البيتكوين عملة إلكترونية مختلفة عن العملات المطبوعة اللي متعودين عليها مثل الدولار الأمريكي أو الدينار البحريني. متى ظهر البيتكوين؟ وشنو هي المحفظة الإلكترونية؟ وكيف نبيع ونشتري في هالعملات من الأساس؟ وشلون نعرف المبالغ اللي عندنا واللي علينا في حساباتنا؟ وشلون نقدر نحميها من السرقة والهاكينج؟ راح نتعلم بعد شنو الفرق بين البيتكوين والبلوكتشين، لأن الفرق وايد مهم. وبعدين نتعلم بالضبط شلون نقدر نستعمل البلوكتشين في مجالات حتى خارج النظام المالي. وفي نهاية الدورة راح خليكم تكونون أشخاص واعية وعارفين حقيقة البلوكتشين بعيد عن الكلام اللي سمعونه في السوشيال ميديا. شلون بتفيدك هاي الدورة؟ أول شيء ما حد منا ما يهمه فهم الاقتصاد والبزنس والاستثمار، وهذا بالتأكيد بيفيدك في فتح آفاق جديدة وفهم مضمون كلمة الفنتك المتداولة مؤخرا. ثاني شيء هي الخبرة والثقافة تجاه الأنظمة البنكية الحديثة، معنى آخر بتفهمون شلون البنوك تشتغل من داخل وشنو مشاكلها، وخصوصا شنو البيتكوين يحاول يحل من الأساس. بقول لكم عن شيء كمقدمة للكورس وبخليكم تستغربون وايد. دائما نسمع أن العملات مدعومة بالذهب صح؟ وأن كل عملة لازم في ذهب يغطي سعرها، وبالطبع أن أكبر عملة متداولة حاليا هي الدولار الأمريكي. في سنة 71 أصدر الرئيس الأمريكي نيكسون قانون يشيل الذهب من الدولار، فالحين احنا قاعدين نعيش في وقت بس بيننا وبين الدولار الامريكي ثقتنا بس في الحكومة الامريكية. وفي اكثر من مرة اثبتت لنا قرارات حكومة امريكا ان لازم نفكر في الموضوع اكثر من مرة. الحين يمكن تفهمون ليش احنا نتأثر وايد في الخليج والوطن العربي بتأثيرات وتغير سعر الدولار الامريكي وتأثيره الكبير على عملتنا المحلية. اوعدكم بوقت جدا رائع ومفيد وبتستانسون فيه وبتفهمون البيتكوين بالضبط شلون تشتغل والعملات الرقمية وليش هما أفضل من الأنظمة المالية السابقة لحد معين، وأكيد بنعرف شلون نبيع ونشتري ونرسل مبالغ أونلاين باستخدام هاي العملات. أشوفكم قريب إن شاء الله. الدورة دي راح تكون أونلاين والبث مباشر مجاني بتاريخ 16 و17 ديسمبر. تقدرون تتابعونها من أي مكان وعلى أي جهاز من خلال موقع تدرب.com. إذا حابين تستفيدون من هاي الدورة، كل اللي عليكم تسوونه انكم تضغطون على الزر الاخضر وتتبعون التعليمات.